احنا لازم نعزز دور النساء في الهيئات المحلية بزيادة، فهم دايما بحطوا الأسماء في الآخر وبحطوا يعني في القوائم الثانية بحطوا ستات ما لهنش خاص في الهيئة المحلية، بحضرنش حتى جلسات. ممكن شوي احنا كفكر وكثقافة موجودة في الشارع انه دور النساء هو ثانوي، ومن خلال تشكيل القوائم من خلال وجد انه دائما اختيار المرأة بيكون من رقم 5 واطلع، هو بالقانون نعم صحيح انه رقم 5 لازم تكون المرأة، لكن في نتفاجأ انه حتى بعض الاوقات رقم 5 مش موجودة المرأة، بنتفاجأ من 10 11 12. يعني السياسة بتدخل في الموضوع، المجتمع المحلي يعني الاهل العقلية، لا بدي يطيح ابن عمكي، لا بدي يطيح ابن خالكي، بتخرب عليه بتأبصر إيش، ومش ضروري النسوان يطيحن في القوائم، مش ضروري يتصورن ونحطن صورهن، كان يعني العدد أكثر من هيك بس بطلن. يعني بعيدا عن موضوع الثقافة والفكر وقمع المرأة والعنف ضد المرأة اللي هو إحنا كمان بنمثله بصوتنا، إحنا اليوم ما بنحكي عن موضوع قائمة نسوية بدون هدف، لا هي قائمة على هدف، وهدف هو تعزيز دور المرأة في الهيئات المحلية، تعزيز دور المرأة في المجتمع، ومش إحنا الرقم الأخير، مش إحنا تعبئة قائمة، إحنا جماعة ذو فكر، ذو شهادات علمية، ذو مكانة مهنية كمان، ما بتتوقف الموضوع على موضوع إنها مرأة ونسوان، يعني أنا هيك كثير بتصفت مرأة ونسوان، لا إحنا ذو فكر، ذو شخصية، ذو شهادات علمية، وذو قيمة مهنية، وكمان المهمة الأصعب، وإحنا ربات بيوت وأمهات.